إذا عندي هون في AC voltage source حطيت أنا half wave rectifier بهمني أراقب VR اللي هو الفولتج عبر الريزستر. فإذا كان عندي input waveform full wave جاي من هون إذا رح يتكون عندي فولتج على الريزستر رح يكون بس half wave. وطبعا الـ R إيش العلاقة بين الفولتج والكرنت للريزستر؟ الفيز تبعها the same. بس هيك ليش الفيز انجل للريزستر بين الفولتج والكرنت زيرو؟ اذا هون رح يكون عندي هاي الفولتج تبع الريزستر رح يكون ان لاين مع الانبوت فولتج، والكرنت اللي رح يمر في الريزستر رح يكون انفيرس. مضبوط واضح هيك؟ طبعا حجم الكرنت الماجنتيك تبع الكرنت عايش رح يعتمد عدد اعطيني الريزستنس قيمه الفولتج، هيك فولتج على الار رح يعطيني اي، ولذلك هذا الارتفاع ما رح يكون بالضروره نفس الطول اللي موجود هون، هذه هاف ويف ريكتيفاير. لو كان هذا اللود اندكتيف لود ايش رح يكون الكرنت بالنسبه للفولتج؟ لاني رح يتاخر الكرنت عن الفولتج بالحاله. طيب خلينا نحط هلا فول ويف، لو اخذنا فول ويف ريكتيفاير كمان مع ريزستيف لود كم دايت بدي؟ أربعة. أربعة دايت. وين تعمل الموجب راح يكون؟ إذن رح يشتغل عندي 2 دايود ب 180 درجة و 2 دايود ب 180 درجة ثانية، فلو رقمنا هذول 1 2 3 4 رح يشتغل عندي بالبوزيتيف هاف سايكل مين؟ 1 و 4 وبالنيجيتيف هاف سايكل رح يشتغل عندي 2 3 ولو رسمنا هذول هون رح يكون عندي هذا الأوتبوت اللي هو في يعني الفولتج الاصلي بهذا الشكل راح يطلع عندي الزمن. اوكي اذا راح يكون كوندكشن 1 و4 ضروريا 1 و4 حتى يكملوا الدائره، بعدين راح يطفوا 1 و4 ويشتغلوا 2 و3. ما في اي كنترول من جانبي لانه هذا الريكتيفاير اللي بنسميه ايش؟ Uncontrolled rectifier. بعدين رح نشوف لو بدلنا هذول الاربعه بايش؟ ب SCRs سيكون كنترول ريكتيفاير او ثايرستر، رح يصير عندي ريكتيفاير كنترول وبقدر اغير الفايرنج انجل في هذا الجهاز. اذا صار عندي هون فول ويف ريكتيفاير باستعمال 4 دايت، هاف ويف ريكتيفاير باستعمال 1 دايت، كان بامكاني احط انا دايت ثاني هون بالعكس الاتجاه ما رح يصير. دايت واحد كافي، كان بامكاني احط انا دايت ثاني هون بحيث يصير دايت بهذا الجهه ودايت بهذا الجهه، بس هذا ما بيأثر. طيب هلا احنا من هون الريكتيفاير لو بدنا نيجي نطبع على 3 فيز عاده معظم التطبيقات الصناعيه شو راح يكون فيها؟ 3 فيز ريكتيفاير. هلا بنطلع على 3 فيز، خلينا بس قبل ما نرسم 3 فيز ريكتيفاير نراجع مره ثانيه. حكينا عن الار والاس والتي، هاي عندي ار هاي اس هاي تي، وين نرسم العين؟ نحط العين هون هيك واتجاه الدوران كاونتر كلوك وايز، معناها مين ليدي مين؟ ار ليدي اس تمام 120 درجه واس ليدي تي 120 درجه، وكمان نقدر نقول انه تي ليدي ار 120 درجه. مضبوط.
اذا لما بقراها من هون رح اشوف الار الاول رح اشوف الاس الاول رح اشوف التي فالتي يا اما بنقول عن التي لاجنج ار 240 درجه او ليدنج ار 120 درجه مش هيك؟ الاصح اني ايش اقول؟ ليدنج بار 120 دائما احسن استعمل زاويه اقل من 180 دكتور ليدنج ار 120 درجه لاجنج ار 120 الاحسن اني اقول انه ليدنج 120 ما اقدر اقول انه هو لاجنج 240 عفوا ايش؟ الاس ريزيستنس لا 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 هذول بس بنسمي الفيزز بسموهم اظن هذه تسميه المانيه ار او اس وتي او الالوان كانوا زمان يستعملوها لكن تغيرت الالوان شو كانت الالوان يستعملوها؟ احمر اصفر ازرق يعني هذه بس تسميه عشان اميز الفيزز الثلاثه مع بعض اذا هذه عندي هون 3 فيز هلا هذا الفولتج شو نسميه اللي هون؟ له اسم الفولتج هذا برايم في لاين في لاين هذا بس مش في لاين هذا وين في لاين؟ في لاين هو هذا ار ماينس اس هو في لاين اللي هو الفولتج ما بين النقطة هاي والنقطة هاي وجبت التو تيرمز يعني لو ارسم هذول تحت وهون خليني ارسم هذول الثلاثة هيك بهذا الشكل هاي ار هاي اس هذول كانت تفكر فيهم يا اما السكندري تبعهم حول او جنريتر هاي عندي هون 3 فريزز هون هاي ستار بوينت هذا عندي هون ار هذا اس هذا تي الفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي شو بنسميه؟ مين بتذكر؟ طيب الفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي شو اسمه؟ هذا الفيز هذا هو الفيز فولتج وهذا كمان هو الفيز فولتج وهذا الفيز فولتج بس الار والاس الار والاس شو بصير؟ في لاين لاين فولتج تمام اذا خلينا نطلع على العلاقات بينهم هذول هلا اول شيء احنا طلعنا على الفي فيز الفيز فولتج قلنا الفيز فولتج هو هذا هذول ايش سميناهم هذول الاسهم هذول ايش الاسم العلمي تبعهم؟ فيزرز تمام مش فيكرز طب لو انا بدي ارسم هلا ار ماينس اس كيف بدي اعمل ار ماينس اس او ار اس اللي هو اللاين فولتج شو لازم اعمل؟ من كلمه ار ماينس اس شو لازم اعمل بالاس؟ بعد الاتجاه اذا باخذ الاس هون بهذا الطول بحطه هون بنفس الاتجاه بس معكوس بهذا الطول فاس ماينس اس بصير عندي هيك هلا شو بدي اعمل؟ اشوف لان بدي اجمع ار وماينس اس اجمعهم لانه ار ماينس اس هي ار بلس ماينس اس اذا هذا رح يصير عندي مش الفيزر بقدر اجمعهم زي ما بجمع الفيكتورز احكي الرسم تبعي لا ماينس ماينس اذا هذا شو صار اسمه؟ ار ماينس اس وكمان بقدر احسب اس ماينس تي وبقدر احسب تي ماينس ار هذول هم الفيز فولتج شو بتلاحظوا على هذا الار ماينس اس في اشياء مهمه بالنسبه له شغلتين مهمات ايش اللي بتلاحظوا عليه؟ عكس اس عكسنا اس عكس هو مش عكس اكس على فكره لانه عكس اس وين صار؟ هو هون صار قديش بينه وبين اس كم درجه؟ 55 لا انتبه قديش هاي الزاويه؟ هاي الزاويه قديش؟ 60 مضبوط ليش 60؟ لانه هاي 120 وانا لما بمد خط قديش الخط الزاويه اللي باخذني اياها؟ 180 اذا هذا هاي 120 هاي كلها قديش؟ 60 اذا هاي الصغيره قديش؟ 30 هاي 30 طيب معناها شو العلاقه بين ار ماينس اس وار؟ من ناحيه الفيز هو اطول صحيح هذا بيجي على طول شيفت بيرتين شيفت ميليدي ولا لا مين الليدي؟ ليدنج ار ماينس اس اذا هاي نتيجه مهمه ار ماينس اس ليدز ار باي 30 ديجريز طيب الماجنتيود الار ماينس اس اطول اطول بقديش؟ بدبل اثنين اطول اي ضعف ضعفه؟ لا ار زيرو حجم ار اس اخذتوها فوق السيركت؟ لا 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 طيب ار ماينس اس حد يثبت لنا اياها المره الجايه عشان اعطي بونس ماركس عليها ار ماينس اس تساوي جذر الثلاثه في الفيز الفيز فولتج اللي هو قديش جذر الثلاثه تقريبا 1.73 لاحظوا هذا تقريبا جاي نفس طول هذا تقدر تثبتها رياضيا بتعرف تثبتوها بالهندسه بالمثلثات وهي تثبتها تثبت انه هذا طوله عباره عن جذر الثلاثه من في فيز
إذا النتيجتين مهمة، وكمان قلنا إنه V9 يعني VRS leads VRN. راح أحط كلمة N يعني إيش N كأنها هون؟ نيوترال نيوترال بوينت leads RN by 30 degrees. هاي نتيجة مهمة وهاي نتيجة مهمة. طيب لو يجينا هلا رسمنا مين يرسم لنا هلا أو مين يقترح لنا كيف بدي أجيب الـ S minus T؟ نفس الشيء بنعمل. إذا S minus T معناها شو بدي أعمل أول شيء بالـ T؟ بدي أعكسه، بدي أعكس الـ T. إذا نفس الشيء بعمل هون باخذ هذا الطول أحطه هون. نفس الشيء إذا سويتها نفس الشيء إذا عملت إيش T minus S؟ نفس الإفكت هيك سويته. هلا بصير تعمل بس المهم انك تكون كونسيستنت، يعني الاحسن تشتغل ار ماينس اس، اس ماينس تي، تي ماينس ار. هلا اذا بدك تشتغل اس ماينس ار وتي ماينس اس وار ماينس تي بصير، بس احنا المصطلحين عليه دائما الاحسن انك تشتغل عندنا نشتغل بهذه الطريقه. اذا لاحظ انه الار ماينس اس ليدز ار باي ليدز في ار باي 30 ديجريز، والماجنتيود تبع اللاين جذر الثلاثه من الماجنتيود تبع الفيز، ونفس الشيء رح يصير عندي بهي الحاله. رح يطلع معي انه اس ماينس تي ايش علاقتها باس؟ leads by 30 degrees والماجنتيود تبعنا. ولذلك احنا في البلد هون قديش اللي عندي الفيس فولتج؟ 220 او 200 بعرف شو 220 هلا هذا، واللاين فولتج اللاين فولتج لو اجاك انت مصنع وصل لك هذا شو راح يكون الفولتج اللاين فولتج؟ 380 تطلع 380 اذا 220 بيكون 380 تضرب في جذر الثلاثه. طيب هذا الفاليو ار ام اس ولا بيك؟ ار ام اس هي الفاليوز كلها ار ام اس. رح نوقف هون للمرة الجاية. أول ما نبدأ رح أبني 3 فيز ريكتيفاير ورح نشغل ال 3 فيز ريكتيفاير، يعني حاخذ ال 3 فيز لأنه في المصانع والتطبيقات الهاي ما رح يكون عندنا سنجل فيز، غالبا رح يكون 3 فيز. ماشي، في أسئلة على هاي؟ كيف بدأت الفيديو؟